السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا ولد علقمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يكون صحابيا؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بهذه الشروط. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، مؤمنا به عند رؤيته له، هذا الشرط الثاني، ومات على ذلك ولم يرتد. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.